السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم معاك في الغربة. مساء الخير عليكم. النهاردة عندنا طبعا زي ما تعودنا بنبتدي بفقرة من الأخبار. فقرة الأخبار النهاردة للأسف بدايتها بعض الأخبار السيئة، ولكن الحمد لله رب العالمين في أخبار كتير كويسة. وزي ما تعودنا دايما لازم بنعيش على الأمل. على قد ما اتصدمنا كلنا في خبر سيء خاص بالمصريين في الخارج، الا وان ربنا سبحانه وتعالى رجع كافئ كل الناس اللي كانوا بيشتغلوا في بشان العاملين بالخارج واللي اجتهدوا واللي ساعوا، وبعض من مؤسسات الدوله اللي قامت بدورها على الشكل الامثل. الحمد لله ربنا كافئ وما لحقناش نحزن كتير، يعني الا وفاجئنا بخبر تاني كويس جدا. هنبتدي معاكم بسرعه في فقره الاخبار بتاعتنا. طبعا في اخبار متعلقه بتتعلق بالشان الدولي، وهو طبعا كلنا حزننا على وفاه فقد الامه العربيه هذا الاسبوع، السلطان قابوس الله يرحمه وربه يغفر له وسامحه. تقريبا يعني الخبر كان صادم شويه بتوقيت مفاجئ كده. وطبعا كلنا نعلم مدى العلاقة اللي بين الشعب المصري والشعب العماني، وطبعا يا رب يرحمه ويغفر له ويسامحه، وكل القادة العرب يا رب يحفظهم بإذن الله، ونبقى متكاتفين دايما. طبعا عندنا الخبر التاني بسرعة بشأن اللي عاملين بالخارج. النهاردة يعني من حوالي 3 أيام قمنا كلنا على خبر صاعق كده، هو تنفيذ حكم الإعدام في المواطن المصري معمر القذافي. معمر قذافي كتير حصل من مناشدات، وكتير على المستوى حتى الشخصي معمر الله يرحمه وربه يغفر له ويسامحه كان يثق جدا في براءته، بس هو الوحيد اللي وثق في براءته. ولكن زي ما تقال زمان المقولة الشهيرة بتقول سبق السيف العزل. تم قص معمر القذافي في غفله من اهله ومن القائمين على متابعه القضيه في الوقت الاخير، وده يمكن بينبهنا ان احنا اي موضوع حد مكلف بيه او بنناشد من اجله او بنستغيث عشانه بنكون قد ايه مقدرين صعوبه الموقف واهميه الوقت. الاثنين لازم يكونوا مع بعض. المملكه العربيه السعوديه نحترم طبعا ولا نملك الا ان نحترم قضائها العادل، واللي بيثبت لنا حتى دايما ان القانون اعلى من اي شيء. ويمكن شعار المملكة العربية السعودية، كنا زمان اول لما روحنا المملكة كانوا بيفهمونا الشعار بطريقة كده ان في سيفين في الجنبين وفي الوسط نخلة، طول ما انت ماشي صح مش هتيجي ناحية السيوف، هتحيد يمين او شمال هتتعرض للسيف. وده كان القاعدة الشهيرة اللي كل السعوديين تقريبا في اول ما قابلونا، اخواتنا السعوديين طبعا كلهم على ود وعلى حب معانا وعلى تواصل دايم، ولكن هو شعارهم كده. شعارهم ان من ثبت ادانته هيتنفذ عليه القانون. واحنا اكيد في مصر برضه لو ثبت ادانه حد فينا بجلب سموم للبلد هيتنفذ عليه القانون. ولكن بقى هل حد قصر؟ محدش قصر، هنشوف ده في وقته. هنشوف ده مع القائمين واللي كانوا متابعين، هنشوف ده في الناس اللي كانت بتنشر دايما على موضوع معمر. موضوع معمر انا اثق انه احزن كتير جدا من المصريين اللي عاملين بالخارج، وخاصه في الوطن العربي، لان الناس دي كانت لا تملك اي مال تحاول تدفعه عشان تجيب محامي يدافع عنه، واللي كان بيقف متبرع، واللي كان بيقف متبرع كان بيقف وبيعمل كل اللي يقدر عليه، ولكن كان في حلقات كتير جدا مفقوده. ندعو الله سبحانه وتعالى ان الحلقات المفقوده دي تكون علمتنا، لان مش عايزين تاني يحصل ده. زي ما قلنا مش عايزين السيف يسبق العزل. مهمه جدا ان احنا نحافظ على ده، واللي بيعمل حاجه يعملها في اسرع وقت ممكن، واللي يقدر يعمل حاجه للعتق او رفع ظلم او تنفيذ حتى قانون على حد يكون بالقدر العاجل، عشان ما نلجأش في يوم من الايام ان احنا نحزن على واحد حتى لو تمت الوشاية بيه وما قدرش يثبت براءته. وان شاء الله باذن الله، يعني طبعا الكلام ده كله احنا مهما هنقول
مش هنقدر ان احنا نتكلم في حاجة. هو خلاص قدر الله وما شاء فعل، وامر ربنا نفذ، واحنا بس كل اللي نملكه ان احنا بندعو لاسرته وزوجته وابنائه واخواته يعني بالصبر والسلوان، ويا رب ارحمه واغفر له وسامحه، وهو الوحيد اللي عارف بقى ان كان في ادانه ولا ما فيش ادانه. وندعو الله سبحانه وتعالى بانه يغفر له ويعوضه خير في الحياه الاخره. هنروح على طول لاخبار تانية كانت برضو صادمه بس مبهجه جدا بصراحه. ان عندنا الخبر الثالث، هقول الخبر الرابع لان كفايه حزن يعني. بس الخبر الرابع بيقول ان الحمد لله رب العالمين في 8 شباب من اللي كان اهاليهم نجدونا وحصلت استغاثه بشانهم اكتر من مره، والاستاذه اسماء الصياد لما هتخش اكيد هتعلق على الموضوع ده. احنا قمنا بتوكيل مع المستشار سحبان، وكل الشكر والتقدير لهذا الرجل. احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل بالطرق الشرعيه هناك والقانونيه ان في 8 من الشباب المصريين اللي كان جاري البحث عنهم موجودين بالفعل، موجودين في سجن فرع فلسطين، اساميهم على الشاشه معانا. للاسف والله ما قدرت اطمن حد منهم لان الورق وصل تقريبا من حوالي بتاع 10 دقائق. الاسامي موجوده معانا بس هنقول اسم اسم عشان نطمن الاهالي، لان احنا عارفين قد ايه الاهالي دي تعبت جدا لحد ما وصلت لبصيص امل. هي المرحله الاولى، المرحله الاولى ان احنا كنا نعرف ان في حد موجود. جاري البحث تقريبا عن 5 تاني او 6 او اكتر، ولكن لسه ما وصلناش هم فين. لكن الناس اللي وصلنا لهم هم محمد عوني عبد الشفوق ابو هجم، والدته روحيه، موجود في فرع سجن فرع فلسطين بدمشق. علي عبد الرحمن بلتاجي موجود في نفس السجن. ابراهيم حمدي ابو النجا محمد هجرس الحمد لله موجود بنفس الفرع. محمد عبد الغفار السيد حسين ابراهيم فرع فلسطين. مصطفى محمد عبد الباري ابراهيم فرع فلسطين. خالد ابراهيم علي مدقور موجود في فرع فلسطين. محمد رمضان ابراهيم ورشه موجود في فرع فلسطين. جمال محمد احمد البدري موجود في فرع فلسطين الحمد لله رب العالمين. دول الثمانيه، مش معناه ان هم 8 بس، لا احنا جاري البحث عن الباقيين، ولكن الثمانيه دول ادونا امل يعني حسسونا ان شاء الله باذن الله الموضوع ماشي كويس جدا. في شغل كتير هيبتدي، احنا دي البدايه، مش بنقول احنا لقيناهم وخلاص. هم طبعا الحمد لله التهم الموجهه اليهم ليست سياسيه وليست استخباراتية، هم لم ينضموا لأي جماعة أو فئة بتهدد سوريا أو بتهدد الوطن العربي زي ما احنا عارفين. وكنا قايلين من الأول إن أي حد هيتم إثبات إدانته في إنه ينتمي لأي جماعة معادية احنا هنقول موضوعنا انتهى لحد هنا. في شغل كتير هيحصل، الناس دي منتظرة لأنها دخلت الحدود السورية بطريقة غير مشروعة، تم التسلل من خلال تجار الموت اللي خدوهم وصلوهم. على فكرة في فوارق كبيرة جدا ما بين مثلا ان في حد بقاله من 2008 2009 وفي حد من 2010، يعني مدة كبيرة جدا. وللأسف هيفضلوا كده لان الناس دي تنتظر تدخل مؤسسات الدولة بمطالبة بعفو عنهم من رئاسة سوريا، ومش هيخرجوا من سوريا الا اذا بإذن الله ان شاء الله تمت الاجراءات وصدر بشأنهم قرار عفو. السجن بتاع فرع فلسطين هو السجن الوحيد في سوريا اللي يختص بالحبس في الشأن ده، يعني في سجون تانية تختص بأمور أخرى الحمد لله احنا بعيد عنها تمام. بنناشد طبعا وهنقدم الأوراق اللي نقدر نقدمها بشأن المطالبة بالإعفاء عنهم بإذن الله. محتاجين طبعا تحرك من وزارة الخارجية المصرية زي ما بنعهد دايما ان هي بتكون سباقه وبتسبقنا في الخطوات. بنحتاج تحرك من وزاره الهجره انها بسرعه تحاول، لان الناس دي فيهم ناس عدى في 7 سنين وال8 سنين، وللاسف لو قعدوا 20 سنه بدون العفو مش هيخرجوا، لان احنا كلنا عارفين الوضع في سوريا عامل ازاي. عندنا 8 باذن الله قبل ما نلقى الباقيين يا رب باذن الله نكون اطمنا ان الناس دي تم اتخاذ الاجراءات الرسميه.
هم يرجعوا بس، ولو فيهم اي حد ارتكب جريمه في الخروج او في الدخول لبلد اخرى او التسلل للحدود، ما فيش مانع خالص انه يحاسب، ما فيش حد فينا فوق القانون، ولكن مش عايزين الناس دي تتنسي، والناس دي لازم يحصل تحرك. 8 اللي قلنا اساميهم ونرجع نقول اساميهم تاني باذن الله في الفقره اللي هتكون في حضره فيها استاذه اسماء، يا رب باذن الله ناخد اجراءاتنا بسرعه. ما بنشدش في الاجراءات حد من حضراتكم، انا يعني بذكر نفسي واستاذه اسماء واستاذ سحبان مع المستشار السوري اللي موكل باستكمال الاجراءات، هناخد كل الاجراءات يا رب باذن الله، ونبشر اهاليهم ان هم باذن الله راجعين مصر بسلام وبصحه وعافيه. ولو فيهم اي حد يسال عن اي حاجه ما عندناش مانع خالص، ولا حد يملك انه يكون عنده مانع ان يتسال في الاجراء المخالف اللي عمله ده. كان خبر بصراحه بالنسبه لي انا من الاخبار المبهجه جدا، ان الحمد لله رب العالمين ربنا كلل مجهود الناس اللي ابتدت تبحث وتسعى، والمناشدات والكلام ده كله ادى بنتيجه، ويا رب باذن الله السته والسبعه والثمانيه الباقيين نلقاهم برضو ونعرف هم فين ونجيب ورقهم عشان نبتدي نشتغل في اجراءاتهم بسرعه، ويا رب باذن الله يكون يعني بنقدر نعمل اللي علينا في الشان ده عشان ما نتحملش ذنب حد. عندنا طبعا خبر تاني كان مبهج جدا بصراحة، كلنا عارفين قضية المهندس علي أبو القاسم. قضية المهندس علي أبو القاسم الحمد لله حصل فيها تطور سريع جدا بتدخل رجل محترم مع المستشار النائب العام، كان زار المملكة العربية السعودية وزار نظيره النائب العام السعودي، وكانوا أكدوا فيها على التعاون، والحمد لله رب العالمين أصدرت النيابة العامة المصرية أمس بيان كنا ننتظره وبنادي بيه وبندعي بيه، ولكن هو برضه المرحلة الأولى لعلي أبو القاسم، مرحلة جديدة محتاجة سعي كبير جدا من كل القائمين على هذا الملف لأسباب براءة علي. الحمد لله رب العالمين كان المهندس علي أبو القاسم كان صدر ضده حكم بالإعدام بالقص يعني، والحمد لله القضاء السعودي النزيه ومعالي النائب العام السعودي ومعالي النائب العام المصري بالتعاون فيما بينهم وتفعيل كل الاتفاقيات وبما حتى يتجاوز تلك الاتفاقيات، الحمد لله رب العالمين تم وقف تنفيذ الحكم على المهندس علي أبو القاسم، فتحت القضية والتعاد من أول وجديد، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا رب تثبت براءة علي بإذن الله، عشان كل الناس اللي كانت واقفة ورا المهندس علي ورا المرأة الحديدية اللي قلنا عليها قبل كده الأستاذة ابتسام، يا رب بإذن الله نفرحهم برجوع علي بالسلامة ونحس كلنا بالفرحة دي بإذن الله، وكل الناس تحس إن هي كانت واقفة صح بإذن واحد إن شاء الله، بعيدا عن أي كلام كانت قال هننساه، لكن الحمد لله القضاء السعودي ينتصر لنزاهته وبيفتح قضية المهندس علي تاني من أول وجديد وبتتعاد المحاكمة. وفي نفس الشأن بتاع المهندس علي عندنا خبر كويس جدا بالنسبة لنا احنا يعني كخلفية قانونية، ان الحمد لله رب العالمين تم تحديد جلسة للمتهمين المصريين اللي اوشوا بالمهندس علي بشقيق المهندس علي وادوهم المعدة اللي تم شحنها بدون علم ليهم بما تحمله المعدة من مواد مخالفة، والحمد لله معانا ورق تقريبا مع استاذ ياسر هيورولنا دلوقتي ان صدر امر الاحالة وتم تحديد جلسة لهؤلاء المتهمين، والجلسة الأولى لمحاكمتهم بإذن الله هتكون 1/2 هنتابعها وهنروح نشوف إيه اللي حصل فيها بإذن الله، ويحق كده لقصة المهندس علي التدخل بالدعاء المدني ضد هؤلاء الظلمة اللي أوشوا وضحوا بأسر كتيرة جدا عشان يهربوا ويخترقوا بلد شقيقة بالنسبة لنا أرض المملكة وأرض جمهورية مصر العربية الاتنين واحد، وضرر شباب هنا هو ضرر شباب هنا، واحنا والمهندس علي واسرته والقيادة المصرية والقيادة السعودية ضد هؤلاء البشر زي ما بيتجرب ابنائنا وبيبيعوهم، وبالنسبة لهم مفيش بالنسبة لهم اي مشكلة، الهدف كله مادي، الا ان الحمد لله رب العالمين النيابة العامة المصرية ومكافحة المخدرات المصرية بتنتصر لنزاهتها وبتحول هؤلاء المجرمين للمحاكمة، بنقول المحاكمة وبإذن الله هنحتفل لما ياخدوا حكم يكون عادل
في المخالفة اللي هم عملوها والوشاية وتعريض حياة بني آدم مش لوحده، ده في سواقين كتير جدا كمان موضوعهم غير الباشمهندس علي، ولكن كله بيتعلق بتهريب وترويج السموم فيما بين الدول العربية وبين بعضيها. إن شاء الله هنتابع جلسة واحد اتنين ويكون في أخبار كويسة نقولها لكم، وإحنا متابعين كل ملف الباشمهندس علي في الداخل وفي الخارج، ويا رب بإذن الله ينصرنا في الآخر ويثبت براءته. عندنا خبر تاني بصراحة كان قمة السعادة لما لقينا ملحمة أبو إسلام يعني بتنتهي الانتصار الأخلاق والأمانة والعطاء للمصريين بالخارج. جيش مصر في الخارج فرحنا جدا لما عرفنا ان موضوع أبو إسلام اللي كان عليه الدية، اللي كان تقريبا أم إسلام شرفتنا وطلعت معانا ونجدت حضراتكم واتمنت ان يعني زوجها يرجع لأبنائه اللي ما يعرفوش شكله تقريبا بعد حوالي 6 سنوات. الحمد لله رب العالمين، ربنا سخر فريق من أنظف البشر في المصريين، مش بس يعني كل المصريين محترمين وكل المصريين بيقفوا وقت الشدة وكل المصريين رسالتهم العطاء، وهو ده اللي احنا متعودين ومتربين عليه كلنا، ولكن فريق مهام هم 4 أشخاص دايما بيرفضوا ذكر أساميهم، هم اللي تبنوا الحالة في وقت صعب جدا، في وقت تقريبا المصريين في الخارج ظروفهم كلنا نعلمها تماما بسبب الإصلاحات الاقتصادية اللي بتحصل في بعض الدول اللي هم شغالين فيها. هنشوف مع الفقرة قد إيه الناس فرحت أسرة أبو إسلام، والبلد كلها فرحانة والبلد كلها عارفة الناس دي قد إيه ما معهمش إن هم كانوا سددوا مبلغ زي ده، قد إيه الناس اللي تولت الدعم للحالة أو هم بيقولوا على نفسهم حلقة وصل. ربنا يكتر من حلقات الوصل المحترمة كل جماعات الخير في المملكة العربية السعودية وخارجها، إحنا بندعمها عشان هو ده اللي بيقول بصراحة يعني قد إيه الشعب ده جميل، وقد إيه الشعب ده معطاء، وقد إيه الشعب ده بيقف مع بعضه، وقد إيه الشعب ده بينتصر لمصريته. وفعلا لما نقول سفراء في الخارج، يا رب سفراء مصر في الخارج يكون شبه الأربعة دول، هيخش معانا مداخلة حد فيهم. أنا بصراحة هو رافض يقول اسمه، رافض يعمل مداخلة، بس أنا على الهوى هقول الدكتورة أميرة حافظ تعملي معانا مداخلة بعد إذنك، عشان ده حقك وحق الناس إنها تعرف قد إيه في حد من بلدها بنظافة حضرتك والباشمهندس مجدي الأجهوري وأستاذ محمد نبوي وهشام العقبي مع حفظ الألقاب لكم جميعا، كلكم أساتذتنا في العمل الخيري، وكلكم إحنا بنشكركم، وأنا مدين ليكم يعني عن نفسي بإن أنتوا سمحتوا لي إن أنا أكون مكلف بإن أنا أصور فرحة العيلة دي ووصل امانتكم اللي انتوا بعتوها ليهم بعد انتهاء الموضوع، وقد ايه الناس فرحت كمان ان انتوا لم تتوانوا. تاني يوم الصبح كان طالع امر افراج عن ابو اسلام في المملكه العربيه السعوديه، بحيث انه ينزل لاولاده ولاسرته وجد اولاده اللي كان موكل بالانفاق عليهم طول فتره 6 سنوات اللي فاتوا. وهنشوف في الفيديو اولاد ابو اسلام اللي تقريبا لو شافوه مش هيعرفوه، عنده ما شاء الله عروسة صغيرة جدا تقريبا ما شافتوش من بعد ما اتولدت، وعنده إسلام أكبر شوية منها، إن شاء الله يفرحوا بيه قريب ويكون معاهم بإذن الله إن شاء الله، ونوريكوا قد إيه الفرحة بتبقى حلوة ولما الناس بتعمل اللي عليها والناس بتتطوع لبعض. ربنا بيسخرنا لبعض إن إحنا نفرح بعضينا ونحيي أسرة كان ممكن تهلك بسبب ان هم ما عندهمش مال ولا عندهم حاجه يبيعوها عشان يسددوا دية. صحيح هو اللي كان سايق، بس كلنا ساعه القدر ما يعني هو قضاء ربنا وقدره هيقع، ولكن ابو اسلام بدون دخول الفريق ده اللي يطلق على نفسه فريق مهام واحنا بنطلق عليه فريق الشهامه والكرم والشرف، لان هم حتى مش عايزين يقولوا اساميهم، مش عايزين يطلعوا بصورهم. لما رحنا ودينا الحاجه اللي هم باعتينها
لأسرة أبو إسلام كان موضوع سر للغاية، عشان هم مش عايزين حد يعرف إن هم باعتين حاجة. قد إيه الناس دي جميلة، قد إيه الناس دي متواضعة، قد إيه الناس دي بتقف مع بعض، قد إيه الناس دي بعيدا عن الأسماء في تفاني وفي إخلاص وفي إنكار للذات. هم في الآخر بيساعدوا عشان يفرحوا بإن الحمد لله رب العالمين مهمتهم بتخلص. يا رب كلنا نتعامل مع بعض كده، يا رب كلنا نخلص ونقول احنا اخر الصف، يا رب كلنا ما نتصورش عشان الصور في الاخر مش هي اللي هيحاسبنا عليها ربنا، ده ربنا هيحاسبنا على النية اللي كانت جوه البني ادم وهو بيعمل ليه. ولو اجره خده من الناس فخلاص قد اجرت، مالكش حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يحيي بيكوا اسر كتير ويرجع لهم الامل، ويا رب دايما مورينا ان في وسط كل الالم اللي احنا بنشوفه في بصيص امل مهم جدا. دكتورة اميرة استجابت للنداء وما اقدرش اتكلم. اهلا وسهلا يا دكتورة. الو، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ ازاي حضرتك يا دكتور مستشار؟ الحمد لله انا بخير. والله انت شرفتيني طبعا بالمداخلة دي، وانا سعيد جدا ان حضرتك استجابتي للنداء، بس كان يهمني جدا ان حضرتك تكوني معانا وتحكي لنا قد ايه يعني الفرحه اللي كانت مش سايعه على الفريق كله ساعه انتهاء الموضوع. والحمد لله رب العالمين مفاجاه كانت فيه، كانت كويسه جدا لدرجه ان انا ما صدقتش بصراحه. جدا، لان الاول انا بهني مدام ابتسام الحمد لله رب العالمين، محاكمه للمهندس ابو الحمد لله الحمد رب لله العالمين. الحمد لله قلبنا برد بعد ما كانت قلبنا اتحرق قبلها بيوم على فعلا المرحوم معمر القذافي الله فعلا يرحمه. الله يرحمه رب العالمين، الله يرحمه فعلا. وقبل ما ابدا فينا او احنا عملنا ايه، المغتربين كلهم انا بشكر كل مغترب، حتى لو قال يا رب، حتى لو قال دعوه، حتى لو عمل للمنشور شير، حتى لو اتكلم مع صاحبه. فيه مجموعه مصريين حصل منهم حاجات جميله، كواليس الحاله مليانه وكتيره ودسمه. اولا دي اول حاله نمسكها كلنا يبقى عندنا فيها بلوك، سميناها حاله البلوكات ممنوعين من النشر. بالظبط، لما تلاقي حضرتك المبلغ مثلا مبلغ 997 حاجه، مبلغ الاف وبعدين 997 وبعد 10 دقائق يبقى 990، لان احنا كنا بنتابع، ففي واحد اتبرع ب7 ريال سبحان الله. تخيل حضرتك المبلغ، ويمكن ده اللي احنا لاحظناه، لكن في ناس بتتبرع بس ده يمكن كان اقل مبلغ واجمل مبلغ، فرحنا جدا. الحاله تعثرت اكثر من مره، جانا الفارس الجميل دكتور عبد الله هيكل انضم معانا في اخر ايام، ومجرد ما انضم واحد اخ سعودي محترم جليل جزاه الله الف خير رافض ذكر اسمه، كان باقي 64,000 من المبلغ هو تبرع بيها في التو، بمجرد ما نزلت الحاله مع انضم لنا الدكتور عبد الله هيكل. عندنا كمان واحد ورانا مش مغترب بس شايل هموم المغترب على كتفه، وانا نفسي لما عرفت ان هو مش مغترب او ان هو ما اتغربش كنت متفاجئه، يعني الاستاذ نصر القوسي. بالظبط، ده صحفي حر وقلم نزيه وحد قوي وحد بيساند وقلبه على الناس هنا. بالظبط، وعلى اي حاله بتتحط كانه موجود في وسطنا طبعا، عايش همومنا سواء في المملكه سواء في الامارات سواء في السعوديه سواء في الاردن. وبهنيه على مجهوده في النشر وموقع الاهرام الكندي والقوس نيوز اللي جاب الحمد لله نتيجه في المهندس علي، الى جانب المجهودات الجميله اللي حضراتكم كلكم بتعملوها. احنا كلنا مدينين بالفضل لله سبحانه وتعالى وللناس، احنا مجرد زي ما قلت حضرتك همزه وصل، احنا ترس صغير في اله كبيره قوي اسمها اله المغتربين بالخارج او جيش مصر بالخارج. الكل بيحب يساعد برغم ظروف الناس، برغم ان الاحوال دلوقتي غير الاحوال من 10 سنين من 5 سنين طبعا، ومع ذلك ما بيصدقوا، يعني اي حاله بسرعه بيلبوا النداء وعلى قد ما بيقدروا. مجموعه اطباء صيادله، مجموعه سلسله النهدي هنا بالظبط، اتبرعوا بجزء كبير من راتبهم مع اول الشهر، مع وفوا الوعد وحطوا فعلا المبلغ لابو اسلام. ما شاء الله، حاله من الحالات اللي كانت معانا ونزلت مصر واتصل بالناس اللي كانت هنا اصحابه وطلب منهم يتبرعوا، انا مش هذكر اسمه عشان ما ضيعش الثواب. بالظبط، وطلب منهم ان هم يتبرعوا يحطوا له مبلغ في حاله ابو اسلام وهو اداهم للاهل هناك في مصر. اهالي المحله وصفحات الجروبات المحله بالظبط، الصفحات كامله كلها خدت المنشورات وشيرت وشاركت
وجمعوا مبلغ. الجميل بقى جمعوا مبلغ كمان ووصوا حد هنا من الناس حطوه في ابو اسلام، وهم ادوه للاهل هناك في مصر. سبحان كانت الله. حاله حلوه، حاله جميله. استاذ هشام العقبي، استاذ مهندس مجدي الاجهوري، بالظبط. من ضمن الحاجات اللي حصلت لمهندس مجدي ان تاني يوم الحاله بالليل ما نزلت ابن عمته توفى، وده شاب ومع ذلك شارك ما وقفش وكمل ومتابع معانا التحديثات ومتابع معانا البنك. الناس اللي كانت بتحط لنا سكرينات بالتحديثات، واحد من الاصدقاء الصبح لازم يجيب سكرينه وبالليل لازم يجيب اخر تحديث للنبض. سبحان الله. حاله كانت جميله بنحب نعيشها برغم التوتر، برغم القلق، برغم التعب النفسي اللي بيحصل فيها، برغم ان انا يعني بيصعب عليا الناس. يعني ام اسلام ما كانت تكلمني كتير منهاره وتعبانه وتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه. في مره من المرات قالت لي انا عايزه اسجل فيديو عشان اهديها نفسيا، قلت لها سجلي اللي انت عايزاه وابعته لي. بالظبط. سجلت اكتر من واحد لوحدها، اتكلمت ناس وطول فضفضت وبعتتهم لي، احتفظت بيهم عندي، ما نشرتش منهم تقريبا حاجه، لان انا كنت مقدره هي كان مالها ساعتها او كان طبعا فيها ايه طبعا وقتها. طبعا طبعا. في وقت من الاوقات اللي كلنا بلوكات ومش عارفين ننشر والحاله وقفت عند مبلغ معين، بالظبط. وجدتها كلمتني والست دعواتها جميله وكلامها تلقائي وبسيط ويشرح القلب. عملت لها انا حتى جمله كده وحطيت صورتها في وسط عتمه الغابه بتلقى الضي من دعوه، لان هي دعت كتير قوي، وناس جميله وناس بسيطه واطفال. لو ما كانش المصريين عملوا اللي عملوه ده في الجيش بتاعنا، لو ما كانش وقف الوقفه دي، ما كانش ابو اسلام عمره هيشوف لا شهد ولا اسلام، لان احنا عارفين ده حقيقي، القوانين هنا. ده حقيقي، ده الناس حقيقي. ممكن تنتقدنا انتوا بتعملوا دية 300 ألف، وفي حالات ال 300 ألف دول يحلوا مشكله 30 ألف واحد او يحلوا مشكله 3000 بني ادم. بس لو جينا بصينا مشاكل المغتربين، انا معظمها ايجار، رسوم، تأمين، لكن دي كلها ممكن تنزل قرارات فجأة بالظبط تغير الحال من حال. بالظبط لكن الدية ده قانون وشرع، إذا بالظبط. لم تدفع مسجون هنا إلى الأبد. انا مهما خليني ارد على حضرتك، انتوا على قد رغم كل اللي اتقال، لكن لو حضرتك شفت لحظه من اللي احنا شفناه لما يعني طبعا حضراتكم كلفتونا ان احنا نرصد الفرحه بتاعت الاسره، احنا لقينا ان البلد كلها بتقول اسامه حضراتكم وبتدعي لكم، وست يعني ست والده اسلام من كتر الدعاء. انا بصراحه يعني حاولت ان انا اخده، يعني قد ايه ابتدى لحضرتك، قد ايه ابتدى للفريق كله كامل. لو فعلا الغربجية سند، فانتوا سندنا هنا وهناك، وانا متشكر لحضرتك ان انت يعني كلفتينا التكليف ده، ويا رب باذن الله ان شاء الله يكتر من امثالكم ويعينكم ويقويكم، وتقدروا تفرحونا دايما حضرتك وكل الفريق اللي حسينا بان قد ايه في انكار ذات، في عدم ذكر اسامي. احنا متشكرين لكم جدا، ويا رب يكتر من امثالكم ودايما سندنا زي ما نصر الاوسي سند الغربه جايه بصراحه. يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربه هناك، واطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربه وشايفينك، معاك في الغربه الله يعينك. النهارده انا بقى طالع مفاجأة، يعني من العيار التقيل زي ما بيقولوا. انا فرحان وطاير من الفرح عشان جنب على اليمين اسلام اللي وعدناه ان ابوه هيرجع بالسلامة بجنود مصر اللي بره، بجيش مصر اللي بره، وشوشو اهي على السهولة تمام، وفرحانين جدا ان باباهم راجع، وفرحانين جدا باللي عمله فريق مهام. فريق مهام هم ما بيرضوش يذكروا اساميهم، لا الدكتوره اميره بترضى تذكر اسمها، ولا استاذ هشام بيرضى يذكر اسمه، ولا المهندس مجدي بيرضى يذكر اسمه، ولا محمد نبوي بيرضى يذكر اسمه. بس انا مضطر ان انا اقول، يعني الناس دي بتشتغل بكل حب وبتتبنى الحاله وبانكار ذات وباجتهاد، وبيحسوا بالناس وبيوجهونا ان احنا نعمل الصح دايما. انا جاي النهارده بتكليف منهم هم، لان كل واحد فيهم بعت رساله لاسلام ولمامه اسلام الست اللي بمليون راجل اللي جت قبل كده معانا في الحلقه ونشدتكم، وانتوا الحمد لله رب العالمين جبرتوا بخاطرها
وجبرته بخاطر فريق مهام، وانا اعلم قد ايه الناس دي فرحت، فرحت الدنيا كلها امبارح لما انتهت الحاله. وطبعا انا نسيت اشكر الدكتور عبد الله هيكل. الدكتور عبد الله هيكل انضم على فريق مهام تقريبا قبل انتهاء الحاله بفتره قليله جدا، وانا مش عايز اتكلم كتير واسف ان انا طولت. انا هسيب الكلام لاسلام والشهد ومامه اسلام والجد اسلام. شوفوا قد ايه البلد كلها فرحانه، المنطقه هنا يعني سبحان الله العظيم، الناس دي قد ايه طيبين، الناس دي قد ايه يستاهلوا ان الواحد يقف معاهم. انا يعني بشكر فريق مهام انه كلفني ان انا اجي النهارده. انا جاي النهارده مكلف وتحت امر كل المصريين اللي عاملين في الخارج، طالما هم شخصيات محترمه زي اللي بنتعامل معاهم انا تحت امركم. وانا فرحان جدا ان انتوا وثقتوا فيا وكلفتوني ان انا اجي النهارده واشوف الفرحه دي. ويا رب يا رب يا رب نحضر معاكم فرحوكم على طول. والف شكر ليكم، والف شكر لكل بني ادم برع او دفع فلوس او دعا او ساند او شير لحاله ابو اسلام. كانت ملحمه اثبتت ان جيش مصر في الخارج اقوى من جيش مصر في الداخل. بس فرحان والحمد لله. ايه حسيت بايه لما قال لك امبارح ان بابا جاي؟ فرحت قد ايه؟ كتير. تكلمتني قبل كده صح؟ عايز تشكر مين؟ اشكر كل فريق مهام. انت الناس اللي اتبرعت، الناس اللي اتبرعت واللي عملوا فيه، وماما طبعا عشان ماما وقفت وقفت اصول صح؟ صح. عايز تقولي ايه؟ اشكر فريق عمل مهام. وتقولي لهم ايه؟ انهم يجي بسرعة؟ اه. طبعا نسينا نقول ان النهارده فريق مهام الحمد لله رب العالمين حصل على قرار الافراج عن ابو اسلام الحمد لله رب العالمين. في اقرب وقت هيكون في مصر، في اقرب وقت يرجع لحضن ولاده اللي لو شافوه تقريبا مش هيعرفوه. لا ده الحمد لله كتير. الحمد لله بشكر اخواتنا المغتربين اللي في الخارج وقفوا مع ابو اسلام. الحمد لله يعني انا بحمد ربنا وبشكر فاطمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل ما نعلق على الفيديو عايز ارحب بضيفة البرنامج النهارده استاذة سوزان هاشم الصحفية المعروفة. اهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. وتعبناك النهارده ودايما احنا عارفين ان انت بتتأخريش اصلا عن مصريين بالخارج. ده واجبنا كمصريين طبعا. ربنا يسعدك. شفت حالة ابو اسلام تقريبا؟ اه شفتها وبضم صوتي طبعا لاسلام وحبيبه. صح؟ شهد. شهد اه اسلام وشهد. واقول لهم ان شاء الله ربنا يرجع لهم والدهم بالسلامه. وبنشكر انا بشكر برضو فريق مهام والقائمين عليه، استاذ مجدي الاجهوري والاستاذ محمد نبي والدكتور اميره والاستاذ هشام والاستاذ او الدكتور عبد الله هيكل. جميع كل واحد عنده ضمير وحاسس بالمشكله وحط نفسه مكان ابو اسلام او اولاد ابو اسلام، فكل واحد بيبقى تدي حسب اللي بيبقى عنده ضمير ان هو يشير او حاجه، لان احنا مش بنشير بس الحاجات اللي هي التافهه سواء مقطع فيديو في رقص او لا، احنا بنشير لان بنحط نفسنا في مكان الناس دي. بالنسبه لفرحه الاولاد دول دي بالدنيا كلها طبعا. اي حد ساعد في حاجه زي كده تلاقوهم دلوقتي بسم الله ما شاء الله فرحانين. تخيل ان 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 محافظه بقريه صغيره كم الفرح. انا بصراحه حسدت نفسي ان انا كلفت بالمشوار ده. لا بصراحه حضرتك جزاك الله خير وجزا بص كل واحد وقف سواء الفريق مهام او اي حد من الشعب او المواطنين العاديين سواء داخل او خارج مصر بنشكرهم جميعا جدا وجزاهم الله خير. وده بيخلينا نقول يا رب باذن الله يبقى في ألف مجموعه خير شغاله ان شاء الله، وما نرجعش نقعد هنا من كتر الشغل اللي هم بيعملوه ونجيب اساميهم كلهم. على فكره يا ست مستشار اكتر اصلا الحالات اللي هي زي دي بتطلع الحاجات الشعبيه يعني بمواطنين اصلا هم عايشين كمغتربين وبيعانوا برضو طب. بس هم فيهم الخير الحمد لله. عشان كده ربنا ييسر الحال ان شاء الله. يعني الدكتوره اميره بتقول لك في تبرع كان 7 ريال يمكن اغلى تبرع ما شاء الله، لان وارد ان يكون هو ده اللي معاه. فقد ايه الشعب ده نظيف وقد ايه الشعب ده محترم. اهم حاجه طول ما انا واثقه في الناس دي طبعا هتبرع وانا مغمضه عيني. ما هي دي 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 عارفه بس. المكسب أيوة. ان احنا رجعنا تاني بنثق في مجموعات فماني هم وغيرهم، وان شاء الله باذن الله احضر كل فرح لكل مجموعه بتنجز وبتخلص. انا اثق ان في الافات من المجاميع
ان شاء الله باذن الله هنروح وهنصور وهنتابع، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتر من امثالهم جميعا. واعرف ان في ناس تاني شغاله على مواضيع هنبتدي نتابع وباذن الله يخلصوا، ان شاء الله هم بسم الله ما شاء الله وهم نفسهم متبنين مواضيع تانيه وهيخشوا معانا باذن الله ان شاء الله، ويا رب يكتر فرحنا زي ما بنقول ان شاء الله يعني. باذن الله اعتقد ان احنا معانا مداخله مهمه بتاعت ام اسلام. طيب انا ما يجمعوها تاني عشان احنا معلش طولنا عليها. شايفه موضوع طب ام اسلام اهي. طيب السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ستر؟ ازاي صحه حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. الست ام اسلام عامله ايه دلوقتي؟ ما شاء الله صوتها بيدل. يا رب يحفظها ويرجعوا لها بألف سلامة يا رب العالمين. انت جبرت بخاطرهم كده، ربنا يا رب يكبر بخاطرك يا رب. انا كنت مكلف ماليش دعوة، انا هم اللي بعتني. برضو والله صراحة انت قمة التواضع والاحترام. ربنا يبارك لك يا رب العالمين، وان شاء الله بإذن الله ربنا يرجع لهم بألف سلامة. يا رب يا رب. وعايزك توجه رسالة لكل حد ببرع وكل حد دعم وكل حد عمل. بشكر اخواتنا المغتربين اللي هم في الخارج، ان الناس وقفوا معانا، واشكر الناس اللي هم شارت لو بدعوه، لان برضه سبحان الله بتتقبل عند ربنا. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله، وبشكر كل من ساهم وكل من ساعد وفريق مهام، اللي هم مش عاوزين اذكر الاسم، وكل ما اذكر الاسامي بالظبط بيزعلهم، بس انا لازم اذكر اساميهم، فعلا هم اللي كانوا ريحوني، لان كنا احنا الامل في ربنا كبير. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله. الدكتورة أميرة دي دكتورة إنسانة صراحة، ربنا يا رب يجدها كل خير ويجعلها في ميزان حسناتهم يا رب. هي دكتورة في الإنسانية قبل ما تكون دكتورة في حاجة تانية بصراحة. لا هي أختي. لا هي صراحة يعني جابت الفرحة في قلبنا والله. إحنا من 6 سنين كنا يعني الحمد لله، والأستاذ هشام بشكره، والمهندس مجدي الأهجري، واستاذ محمد نبوي صراحه يعني فريق مهام، ناس محترمه، ودكتور عبد الله هيكل، كل من ساهم يعني. دي فرحه صراحه انا مش قادره اوصف الفرحه قد ايه يعني. طب خلي الفرحه بقى للخبر اللي اتبلغ دلوقتي في الكنترول. دكتوره اميره مشكوره اتصلت تاني على الكنترول وبلغت استاذ ياسر والشباب جوه ان ابو اسلام خلال اسبوع عندك في مصر، وهنفرح مع بعض فرحه كبيره، وده اللي هي ما لحقتش تقوله قبل الاذان. وانا برضه للمره الثانيه مدين لها بالفضل ان انا اللي ببلغ حضرتك، مدين لها هي وكل فريق مهام. ربنا يكبر بخاطركم يا رب يا سياده المستشار، والله يعني مش عارفه انا اقول ايه. ربنا يا رب يفك كرب كل مدان يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب انا بالي ليل ونهار علشان احنا شفناه. احنا كنا لما كنت بستنظر ان حد يكلمني، كلمت ناس كتير ونشيت ناس كتير، ما كانش حد بيسال، ما فيش، كان كله يقول لي ابعت لي الاوراق، ابعت لي، واتكلم، وما فيش اقعد في عز الثلج في البلكونه ودي ادشتي عشان استنظر مكالمه من حد. بس الحمد لله الدكتوره اميره والاستاذ هشام الجماعه هم صراحه طوقونا من اللي احنا كنا فيه، الحمد لله والشكر لله. انا بلسانك بشكر الدكتوره اميره، بشكر مجدي الاجهوري او الباشمهندس مجدي الاجهوري، بشكر استاذ هشام، استاذ محمد نبوي العقبي، بشكر استاذ محمد نبوي، بشكر الدكتور عبد الله هيكل، بشكرهم تاني وتالت، وبشكرهم على المتابعه، وبشكرهم على الاهتمام، وبشكرهم على كل حاجه جميله عملوها برضو، وكل نموذج ادوهولنا عشان ربنا يكرمنا باذن الله يكتر من مجاميع دي يا رب العالمين. واستاذ سوزان هاشم عايزه توجه لك رساله. ام اسلام ازيك يا ام اسلام، والف الف مبروك. الحمد لله، الله يبارك فيك، وان شاء الله ان الفرحه تزيد اكتر لما تشوفيه ويبقى في وسطكم باذن الله. باذن الله، الله يخليك باذن الله حبيبتي، وان شاء الله يا رب. والمستشار صراحه جه كلف نفس المشوار، تعب، ده واجب، واجب علينا كلنا على فكره، واجب علينا كلنا. في انسان متواضع قابل عيالي في حضن كده، والعيال فرحانين جدا. ربنا يخليهم لك ويحفظهم وما يحرمهم من حضن ابوهم، ويرجع لكم بالف سلامه باذن الله، ونصور فرحة كبيرة بإذن الله. وهو راجع، والخبر اللي اتقال دلوقتي من الدكتورة أميرة ومن مجموعة أو فريق مهام بيفرحنا جدا، إن الإجراءات بإذن الله خلال أسبوع بالكتير تكون خلصانة، قولي 10 أيام
فاتك كتير ما باقي الا القليل. هنيجي نجهز مع بعض للاحتفال بابو اسلام وناخده من المطار ونوصلكم لحد هناك، والف الف مبروك ويا رب يا رب يا رب يديم عليكم الفرحه، والف شكرا ام اسلام. ربنا يبارك لكم. هناخد فاصل هنكمل الفيديو والله ياسر اللي بيلخبطني اقسم بالله، ماشي عشان تبقوا شاهدين عليه. استاذ سوزان طيب ندخل شايفه قد ايه الـ يعني جمال الشعب ده. هو شعب احنا بص طبعنا، طب المصريين اصلا طبعهم هو كده، بص مهما الدنيا تبقى مبهدلاه وكل حاجه، بس لما بيشوفوا حد محتاج احنا شعب عاطفي فما بيستحملش، فتلاقيه دايما بيساعد حتى لو مش معاه، هو دايما بيحب المساعده حتى لو مش محتاج او معاه مثلا فبيساعد. يعني في اسوأ الظروف بيقفوا وبيساعد، بيقفوا وبيساعدوا، لان احنا طب دي طبعنا احنا يا شعب. رب نفضل محافظين على ده باذن الله ان شاء الله. هنشوف بقيه الفيديو لقطات كده صغيره مش هنطول، ونستقبل استاذه اسماء ونرجع تاني على طول. واللي دفعوا فلوس طبعا كل الشكر ليهم، ويا رب جزاهم الف خير. ربنا يجزاهم الف خير. واستاذ محمد ناجي صاحب ابو اسلام اللي كان على طول بيتحرك له ان هو كان يطمن عليه، صراحه بشكره، ده اخ. وانا بقى بالنيابه عن ابو اسلام بشكر جد اسلام اللي شال الشيله الست سنين دي، نسمع منه كلمه عشان احنا قد ايه شفنا ان عم السيد راجل هنا من الناس القدام المحترمين المحبوبين اللي الدنيا كلها عارفاه من اول ما دخلنا المحل من بره خالص. بس عم السيد الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا باشا. وجه الشكر بقى والله بشكر الفريق المهام، وبشكر الناس اللي ساعدت كلها بالخير ان شاء الله، وبشكر كل من حتى من دعا بشكره جدا، كل واحد وقف مع ابو اسلام بشكره وله الشكر جزيلا. وطبعا اولاد بنت في عينيا الاثنين، وانا عمري ما كنت اسيبها حتى لو قعد كمان 10 سنين في عينيا الاثنين. وبشكر طبعا قناه الصحه والجمال اللي هي دخلت في البرنامج وخليتش عرفت الدنيا كلها، سياده المستشار احمد بدوي والاستاذ ياسر، بصراحه ناس يعني في عمري في حياتي ما شفت ناس زي دول. يعني كل ما اتكلم كلمه كانوا بيستجابوا ليا، لحد ما طلعوني في البرنامج كنا هيبعتوا لها عربيه، بس كان في عطل كده والحمد لله احنا رحنا لهم والناس جولنا لحد عندنا، بشكرهم جدا 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 وجولوا جولوا على دماغنا. احنا اللي بنشكرك على الله. كل من شارك معانا في البرنامج على دماغنا، كل من دعا دعوه برضه على دماغنا، وشكرا جدا. ست اسلام هنسمع منها كلمه. اتفضلي يا ام. احنا نشكر اللي وقفوا ويانا ونشكركم اول حاجه، وربنا هو اللي جاب الخير ان شاء الله على يد ربنا ويدكم، وما نحرمش منكم ابدا يا رب، ولا وفقكم ربكم وفق ربكم وقفوا جنبنا كده تسوى الملايين الدنيا. والله نشكركم ونشكر اللي وقفوا جنبنا وكتر خير وجبلهم على دماغنا كلهم، ولا يتحرمش منهم ابدا يا رب. انا اوصيك بالدعاء للاربعه بدينا ناكلوا على الحاله دي والله. يا دكتور بندعو على الله كل وقت وكل درجه اللي وقفوا ويانا مجدي وخذ منهم على اتباعنا كلهم، ما تتحرمش منهم ابدا يا رب. ومين اللي كان بيتكلمك بقى؟ وكتر رزقهم يا رب ووسع رزقهم، ما تتحرمش منهم ابدا يا رب. ربنا يخليكم ويخلي رب ويخليك اللي تعبان الجميل ويانا. يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربة هناك، واتطمن احنا هنا كلنا معاك، معاك في الغربة وشايفينك، معاك في الغربة الله يعينك. يا مساء الفل على كل حبايبنا في الغربة هناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. خلونا الأول نرحب بالضيفة اللي انضمت علينا متأخرة النهاردة، أستاذة أسماء السيار. ازيك استاذ اسماء؟ اهلا وسهلا. نور معانا على التليفون حد دايما كنا بنسمعه
بنبرة مختلفة. هي مرحلة واحدة اللي خلصت، بس جولة كانت مهمة جدا، وابتدى الشغل من بعديها هيكون شغل بقد اللي فات 10-15 مرة عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. معانا أستاذة ابتسام المرأة الحديدية زوجة المهندس علي أبو القاسم. أهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي صحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا رب الف حمد. الحمد لله رب العالمين. انت اديتينا امل تاني ان اول جوله الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب حققناها. عايزين نفهم الناس ان دي جوله مش كل الجولات، لسه فاضل جولات كتير جدا. اكيد هي اهم جوله، هي طبعا مش كل الجولات بس طبعاً. طبعا الحمد لله رب العالمين اهم جوله طبعاً. خطوه ايجابيه جميله جدا من لحظه تدخل الرئيس، يعني انا برضو هعيدها تاني اكتر من مره، ان بجد ربنا يبارك للست الرئيس. انا بشكره طبعا شكر خاص، والشعب المصري كله بيشكره، لان فعلا من ساعه ما دخل سياده الرئيس كان في سرعه في الاجراءات، والحمد لله رب العالمين وصلنا للنتيجه دي بفضل بعض ربنا. الحمد لله رب العالمين. شكرا جدا للست الرئيس طبعا الاب الرحيم لكل مصري، واللي احنا متعودين منه على كده بالظبط. هو دايما سمعنا ودايما حاسس بصوتنا ودايما شاعر بنبضنا ودايما بيتحرك وبيخلي كل جهات الدوله تتحرك، وربنا يديله الصحه يا رب ويعينه علينا. بالظبط، لانه فعلا ربنا يبارك له ويعينه يا رب ويقدره، واحنا عارفين ان هو قدها، وربنا يحفظه يا رب. ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وانا متاكده ان تدخله هي باذن الله ان شاء الله، يعني هي دي اول جوله واكثر جوله مهمه، وان شاء الله باذن الله هيكلل النجاح ان شاء الله باذن الله، بان زوجها باذن الله عشمي في الله انه هيرجع قريب مصر بإذن الله. إن شاء الله يرجع بألف سلامة، ونحتفل بالجولة الأخيرة مع بعض بإذن الله. أستاذة أسماء الصياد هتقول لك حاجة، وبعدها أستاذة سوزان هتوجه لك رسالة. تفضل يا أستاذة. تمام. أستاذة أسماء إزي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا مدام ابتسام. أكيد أنت فاكرة تعبتي معايا كتير والله أستاذة أسماء، ربنا يبارك لك بجد يعني. الحمد لله ربنا يخليك. لفينا أنا وأنت في الشوارع كتير، وأكيد أنت فاكرة الأحداث الجميلة اللي احنا والفريدة من نوعها اللي احنا مرينا بيها يعني. بصراحة أنا دايما بقول مدام ابتسام دي المرأة الحديدية بصراحة، دايما يعني بفتكر المواقف اللي كنت بتقابليها والتحديات اللي كنت بتقابليها والصعوبات اللي كنت بتواجهيها والتهديدات اللي كانت بتجيلك وعمليات الخطف اللي كنا تقريبا اتعرض لها أكتر من مرة، ومواقف حصلت لنا كتير جدا بصراحة. أنت ربنا يبارك لك ويجعل في ميزان حسناتك، أنت بجد تعبتي وربنا كافئك الحمد لله رب العالمين. وما انساش ابدا طبعا موقف من المواقف اللي حصلت لنا لما رحتي نقابه الصحفيين عشان تعملي وقفه تعملي زي اعتصام كده، ورفعتي لافته لوحدي نداء للرئيس السيسي. انا زوجي بريء يعني. هي ما كانتش معاكي، واخده بالك انت؟ لا انا كنت معاها، بس هي طبعا انا واقفه وسنداها وجنبها وعماله بصور، ونفاجئ كده ان حد كده جه ضابط مسكنا. انتوا بتعملوا ايه؟ فقلت له يا فندم احنا ما بنعملش حاجه، هي واقفه سلميه وبتعمل نداء للرئيس السيسي على اساس الصحفيين يصوروا ويكتبوا مقالات او نداء يعني استغاثه. قال لي انتوا خدتوا تصريح بكده؟ قلت له هو احنا كان المفروض ناخد تصريح؟ المفروض صح، يعني معامله جميله جدا وبصراحه ربنا يبارك. هما بصراحه بعد ما خدوها ونزلنا من النقابه، وطبعا خدوا البطايق وقعدوا يتكلموا معانا ويستفسروا انتوا بتعملوا ايه، ولما وصلوا للحقيقه وتاكدوا ان احنا يعني الموقف عباره عن ايه، طلعت له الورق وكان معانا طبعا التحيات الرسميه اللي بتثبت براءته اللي ماشي بيها في كل مكان. بعد الله يبارك له بعد ضابط قلنا له احنا، قال لي طب انتوا ليه ما رحتوش للرئيس اللي رئاسه الجمهوريه في قصر عابدين؟ قلت له والله يا فندم رحنا وقدمنا طلب، وادي الطلب اللي يثبت ان احنا قدمنا. راح واخد الطلب مني وبعت ضابط الله يبارك له، عمري ما انسى الشخص ده والله، حد محترم جدا. بعد ضابط محترم برضو راح قصر عابدين عشان يستفسر عن الشكوى ويشوفها متاخره ليه، واستعجلوا لنا الشكوى. فاكره مدام ابتسام؟ ايوه لا فاكره طبعا الاحداث دي، عمرها ما تتنسي يعني. والله مواقف كتير. مش هنطول عليكي يا استاذه سوزانه، هتوجه لك رساله، لان احنا زي ما اتفقنا انت املنا كلنا. الله يخليك، ربنا يخليك، الامل في الله وسياده الرئيس. وبجد بجد انا برضو يعني الشكر شكر شكر يعني بجد للقضاء المصري والسعودي النزيه العادل. طبعًا احنا انا كنت متاكده ان من نزاهه وعداله القضاء المصري والسعودي، وطبعا شكر برضو خاص لخدم الحرمين طبعا وولي العهد محمد بن سباق حفظهم الله ورعاهم، وشكر للسيد النائب العام حمد الصاوي المجهود الجبار الرائع اللي قام بيه، ربنا يبارك له يا رب. يا رب كفايه بجد ان هو سافر مخصوص عشان موضوع قضيه جوزي وعشان يقدم
الاوراق بنفسه. بجد هو انسان عظيم جدا وانسان جميل جميل جميل. ربنا يبارك لسيادتك يا حماده بيه، وربنا يبارك لكم جميعا طبعا. ونقابه المهندسين انا بشكرها في مصر واسوان، بجد كانت معايا قلبا وقالبا كاستفاد ان علي ابني من ابنائهم. وشكرا للشعب المصري طبعا، تحيه لكل الشعب المصري الجميل العظيم الاصيل الطيب اللي بجد رجاله واخوات واخوان. بجد بجد ربنا يبارك لكم جميعا والوطن العربي كله. انا بجد مش عارفه اشكر مين ولا مين، وزاره الهجره ربنا يبارك لها، وزاره الخارجيه. انا بجد يعني ربنا يبارك لكم بجد، تحيه مصر يعني. ربنا انا عايزه اكمل على كلامك واقول على نقطه مهمه جدا. معالي وزيره الهجره بصراحه انا بقدم لها كل الشكر والتقدير والاحترام بجد، لان هي اول من وقف معانا. هي ومعالي وزيره الهجره اللي راحت للنائب العام، لو تفتكري النائب العام نبيل صادق، مستشار نبيل صادق، وراحت للسفير السعودي بصراحه هنا في السفاره في مصر، وراحت لمعالي الوزير النقيب المهندسين الاستاذ هاني ضاحي الله يبارك له، المستشار المهندس طبعا ضاحي. بنضم صوتنا لصوت الكابتن، وبنشكر كل المؤسسات بتاعت الدوله اللي خلصت الجوله الاولى على خير. وطبعا يا رب باذن الله بقيه الجولات استاذه سوزانا توجه لك رساله ومبارك لك على الجوله الاولى. اتفضلوا استاذه. ازيك يا استاذه ابتسام؟ الله يخليك، ازي حضرتك؟ الله يبارك لك. الف الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. واحنا اللي المفروض نشكر حضرتك بجد، عشان طبعا حضرتك انت وقفتي وقفه هتعلمي نساء مصر كلهم ان هم ما يفقدوش الامل. نشكرك بجد ان انت وقفتي وقفه راجل، بل افضل من الراجل، لانك انت تعرضتي لمواقف كتير بجد. لو حد غير الضغوط النفسيه والعصبيه اللي كانت انت بتمر بيها، بس برضو استمرتي للاخر بدون ملل وبدون اي حاجه، وقلتي لا انا لازم استمر واقف مع جوزي، والحمد لله. وده كان نتاج استمرارك وصبرك، وبجد بجد احنا بنشكرك، وان شاء الله نبارك لك المره الجايه ان شاء الله، وجوزك في حضنك باذن الله. طبعا بنشكرك يا استاذه ابتسام، وبنتمنى لك يا رب الجولات اللي جايه ما تكونش على قد الجولات اللي فاتت، وان شاء الله تكون سريعه، وفي اقرب وقت ممكن نبارك لك على رجوع الباشمهندس علي بالسلامه يا رب العالمين. الف شكر لحضرتك، ويا رب يوفقك. وفعلا انت اللي اديتينا امل واثبتت ان الست المصريه هي سند قبل ما تكون زوجه. شكرا يا استاذه ابتسام. طبعا بقى خلوني معلش يعني اخرج عن النص. انا طالما ست مصريه وسند والكلام ده، انا النهارده طبعا ما اقدرش ما اجيش البرنامج، ولكني جيت بس. فانا بقى بنتظر الفرصه دي وبقول لهم حبيبه كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت مستحملاني، كل سنه وانت شايله العيال عني، كل سنه وانت كده عامله لي حاجات كتير قوي، وكفايه ان انت متحمله ان انا مش موجود يوم زي النهارده كان المفروض ابقى معاكي. كل سنه وانت اغلى حد واحب حد شفته في الدنيا، كل سنه وانت طيبه ام حبيبه، ويا رب يقدرك ويعينك عليا. احنا بنقول لها كل سنه وهي طيبه برضه. انت كل سنه وهي طيبه، كل سنه وانت طيبه يا ام حبيبه، ويا رب يا حبيبتي يقدرك ويعينك. اللهم امين يا رب العالمين. استاذه سوزان، نعم. طبعا موضوع باشمهندس علي ابو القاسم كان يعني واخد توجه ان في ظلم، وفي اعتقد ان انتصار للقضاء السعودي البيان بتاع امبارح، صح؟ ووقوف برضو لمصر، يعني مؤسسات مصر كلها، دور مؤسسات مصر برضو ان هم اهتموا، لان جميل عندهم يعني يقين ان الشخص ده بريء. بس في حاجه حلوه جدا احنا مش يعني ناسيينها، وهرجع لاسماء فيها، بس ان احنا كنا بننادي في موضوع باشمهندس علي بالذات. يا جدعان تفعيل اتفاقيه الرياض، صح؟ صح. اتفاقيه الرياض فعلت بلا شك لما سعاد مستشار النائب العام المصري مع المستشار النائب العام هو اللي يطلع البيان ده. ده ده حاجه جميله جدا، كانت لا خارجيه ولا صدمه وفرحه بصراحه، هجرة ولا اي مؤسسه، هي احنا نفسنا احنا كانت صدمه وفرحه في نفس صح الوقت، صح كده؟ و استاذه اسماء، صح؟ اكيد طبعا، يعني فرحه. انا شخصيا مبسوطه جدا جدا جدا، لان احنا قعدنا اكتر من سنه ونص بالنادي بتفعيل الاتفاقيه، وكنا تقريبا فاقدين الامل. فالحمد لله رب العالمين طبعا، وقوف مؤسسه الدوله خاصه مكتب النائب العام ومكتب التعاون الدولي، هم دول اللي قدروا فعلا يعني يساعدونا ويوصلوا الاوراق والتحقيقات اللي تثبت براءه المهندس علي.
واتمنى يا رب حد. يعني انا اتمنى معايا حد ان شاء الله رب باذن الله انا احتفل معاه قريب جدا باذن الله. معانا عم عرفه. اهلا وسهلا عم عرفه، وحشت. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي صحتك عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. وحشني كتير والشباب وحشيني، وطمنا على عطيه. ازيك يا عم عرفه؟ ازاي صحتك؟ وحشينا كتير. ازيك يا استاذ اسماء؟ الله يبارك فيك. طمنونا عليكم في لبنان عاملين ايه، وعطيه عامل ايه؟ والله تمام، كنا عنده النهارده وكويس، بس برضه الامور يعني مزعلانا شويه، مفيش حاجه بينت، بس الامور بتطول معانا جدا يعني فعلا. نعرف هنعمل ايه، لان كل ما الامور بتزيد عليه هو نفسيته اكيد بتتضايق يعني. اكيد طبعا بتزعل يعني. اكيد طبعا. خايفين لا يصير حاجه يعني، احنا مش عاملين حساب. لا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله عم عرفه، احنا نثق في 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 براءه عطيه، ونثق ان عطيه بريء، واكتر من عطيه واثق كمان. وبنناشد طبعا يعني، بنضم صوتنا لصوتك، وبنناشد مؤسسات الدوله انها تتابع، واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في معالي النقيب ملحم، انه الراجل ده دعمنا من اول يوم، ووقف معانا ولبى كل طلباتنا. بنتمنى بس مش تجاوز في الاجراءات، قد ما بنتمنى اتخاذ الاجراءات عشان نقدر نثبت قد ايه عطيه بريء بشواهد الاثبات الموجهه ضده. وان شاء الله باذن الله نخلص على خير بسرعه يا رب العالمين. انا عارف قد ايه الوقت طول، احنا كنا متخيلين ان احنا قبل السنه الجديده ان احنا المفروض في جلسه، صح؟ اه. طيب راجعت حد راجع؟ ما احنا استاذ احمد بنكلم المحامي، والمحامي بيقول انا بكلم القاضي، وده اللي بيحصل، وبنروح له زيارات وخلاص، وما فيش حاجه جديده. طيب انا بس عايز اقول لحضرتك ان انا راجعت فعلا حد هناك في المحكمه، وقال لي ان طبعا هو اتنقل من السجن لسجن تاني، وقال لي روميا ايه؟ اه سجن روميا، من سجن بعبده لسجن روميا، وقال لي ان خلاص ان شاء الله قريب جدا هيتم يعني القرار بتاع رئيس الهيئه الاتهاميه ان شاء الله، وساعتها احنا هنروح. بس انا يعني كنت محتاجه، انا من قبليها كنت محتاجه بصراحه، المفروض ان القرار هيطلع بسرعه، وكان كنت محتاجه ان احنا نعمل جلسه استماع، مسؤول يطلع، انا محتاجه مسؤول يطلع من السفاره، مستشار او مسؤول يطلع من السفاره يروح يراجع المعامله بنفسه. يعني سوري انا اسفه برضو، مع احترامي للمحامي اللبناني، بس احنا لازم يكون لينا مصادرنا الخاصه بينا احنا. شكرا يا عم عرفه. يعني لازم حد يروح من السفاره للمحكمه، يعني القنصل العام وائل السيسي بكل اللي شفناه منه من ود وتعاون، ان تكليف حد بس راجع المعامله دي، لان المعامله دي حضرتك عارف معالي القنصل انها طولت جدا، الاجراءات احنا عارفين صعوبه الوضع في لبنان، ولكن احنا مش طالبين اكتر من ان احنا نحضر ونطلع بس القاضي المكلف بالاحاله على الشواهد اللي معانا، اللي بتاكد لاي شخص قد ايه عطيه بريء، قد ايه عطيه اتظلم في توجيه الاتهام ليه. واحنا نثق في ان حضرتك لا تتوانى في مساعده المصريين الموجودين في بيروت وفي لبنان، وده اللي بنسمعه منهم، وبصراحه اللي احنا شفناه بعينينا. معانا استاذه وفاء على التليفون. اهلا وسهلا يا فندم. استاذه وفاء. طيب نكمل موضوعنا. انت جايه النهارده عندك مواضيع، عايزين نتكلم بكمله، يعني ان احنا بنتكلم بقى في المؤسسات ودور مؤسسات الدوله. احنا بنشكرهم طبعا على المجهود اللي تم في القضايا اللي عدت، تمام. بس في حاجه، يعني احنا في دلوقتي ناس مصريين كتير مغتربين ما قبضوش مرتبات، خدوش رواتب، ما خدوش رواتب خالص ولا اي حاجه. اخر حصر عند حضرتك انت؟ عندي شركات، عندي شركات اعمار، اعمار المشاريع في هناك في الدمام، تمام. ديت ماسكه مؤسسات المواساه في المملكه العربيه السعوديه، يعني تاخير رواتب ومفيش حاجه، يعني الناس ديت راحه طالعه عشان تشتغل. وعندك برضو بن لادن، وعندك شركات كتير بدون، وعندك البسمان تقريبا، يعني طبعا. في بعض شركات تانية البسمان موجوده، البسمان 300 اسره هناك، طيب. واصحابها، في كمان اصحابها هربانين مش عايز اقول فين، بس هم هربانين خارج السعوديه. طب دول مصيرهم ايه، المصريين والعاملين دول؟ المفترض ان يعني مؤسسات الدوله عندها الاوراق الخاصه بالاحكام النهائيه، واجبه النفاذ، والمفترض ان في تحرك كنا ابتدينا فيه، ومؤسسات الدوله زي اسماء تقريبا سلمت مذكره في المضمون ده لجهه من الجهات، وتابعت معاهم وقالت لهم احنا ابتدينا في الاجراءات.
هو بصراحة أنا بعت طبعا مذكرة لمعالي الوزيرة ولسه ما تمش الرد فيها، يعني هم بس اشتغلوا عليها، هم بدأوا عليها، بدأوا في مؤسسة البسمات. طيب والمؤسسات الباقية؟ ما هو في مؤسسات كتير وبيزيدوا على فكرة. حد مهم جدا إن احنا ندخله، أستاذ هشام من الإمارات. أهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة المستشار أحمد بدر، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم، إزي صحتك عامل إيه؟ كل عام وأنت بخير وإن شاء الله. أنت بألف خير يا رب العالمين. وعلى أمة محمد يا رب. يا رب جميعا يا رب العالمين. أستاذ أسماء إزي حضرتك؟ استاذ هشام ازاي حضرتك، عامل ايه يا استاذ هشام؟ منور يا فندم، منورين الدنيا والله. بنشكرك جدا جدا على حاله ابو اسلام. استاذ هشام ربنا يبارك لك دايما كده، يعني بطل. يا رب سنه 2020 سنه سعيده عليكم وعلى شعب مصر وعلى جيش مصر العظيم ورئيس مصر. يا رب. اللهم امين يا استاذ هشام. اللهم امين يا استاذ هشام. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير يا استاذ هشام. حضرتك لو تتذكر انا كلمتك بخصوص اخويا المفقود بتركيا. ايوه عارف يا استاذ هشام، والله عارف فندم، عارف. واللي في تركيا على طول كل يوم كمان. اللي في تركيا صح؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. اللي في تركيا احنا جالنا النهارده الحمد لله الكشف اللي احنا اعلنا عنه، اللي هو الثمان اشخاص اللي لقيناهم في سوريا دول موجودين الحمد لله رب العالمين، وهنبتدي من بكره الصبح ناخد اجراءاتهم. بس الكشف ده اللي هم بتاع الشباب الثمانيه اللي احنا لقيناهم في سجن فرع فلسطين في دمشق. في حد تاني؟ نعم فندم، ده في سوريا الثمانيه دول. ده سوريا دول على فكره من قبل موضوع اخو حضرتك يا استاذ هشام صح؟ بس تمام. والحمد لله وصلنا ليهم. المحامي امبارح صاحب حد سوري صاحبنا من نفس تقريبا الناس اللي جات لنا، والله كلمناه وتابعنا معاه، وان شاء الله باذن الله قريب نطمنك ونبشرك بانه موجود وايه الاجراءات اللي تخليه يرجع باذن الله ان شاء الله. اللهم امين، ربنا يخلي سعادتك يا رب. انا تحت امرك، انا تحت امرك، تحت امرك. طيب بس استفسار بسيط لو سمحت. اتفضل. حضرتك هو يعني اخر مكالمه لما قلت لحضرتك في البرنامج قبل كده وكلمت حضرتك والاستاذه اسماء، اخر مكالمه كانت في ازميل، في ولايه ازميل في تركيا. بالظبط. تمام؟ تمام. طيب يعني الاخبار اللي جات لحضرتك ديت مع احترام لحضرتك يعني ديت من تركيا ولا من سوريا؟ لا اللي انا طلعته الوقت ده من سوريا. ملوش علاقه بتركيا يعني خالص. لا على فكره في حاجه يا استاذ هشام، انت اخوك اللي كان مسافر اليونان. مظبوط يا فندم، اللي كان مسافر اليونان. معلش المستشار احمد اعتقد ان هو تبع المجموعه بتاعت سوريا. لا خالص. هو موجود في تركيا واحنا موجهين حد في تركيا بالبحث عنه. لكن مش في سوريا. بس اما ده غير الشباب بتوع سوريا، ده حد تاني. تمام. يعني حضرتك لقيت اسمه موجود في السجون التركيه؟ لسه ما ردش علينا، ما انت عارفه هو بيرد علينا على مراحل، يعني زي الشباب بتوع سوريا رد علينا الاول قال موجود، قال الحمد لله مش في كشف الوفيات، قال في ثمانيه لقيناهم موجودين في الفرع الفلاني والتهم الموجهه اليهم كده، بناء عليه احنا بنعلن للاهالي على اساس نبتدي ناخد اجراءات، لان دي بتبقى مرحله اولى استاذ هشام. لكن لسه من تركيا ما جاليش اي حاجه مؤكده. ربنا يخليك يا رب يا فندم. اشكرك يا فندم، تحت امر حضرتك، تحت امرك، اتفضل. شكرا. 1300 اسره صح؟ صح. 1300 اسره بقالهم كام سنه؟ وبيزيدوا على فكره. وبيزيدوا، ما انا عارف انه بيزيدوا، بس خلينا في اللي بقالهم 3 سنين وسنتين ونص ما فيش مورد رزق. ما هو هيعملوا ايه؟ وما فيش تدخل، ما فيش اي حاجه. ما هو تدخل من مين؟ ما هو مين هيقدر يديهم فلوس؟ وللاسف الشديد يعني. طيب الناس دي طب هتعمل ايه؟ هتفضل بنفس الطريقه ولا هم عارفين؟ الناس دي محتاجه دعم في تنفيذ الاحكام بس مش اكتر. يعني احنا 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 بنناشد مؤسسات الدوله، اقسم بالله منهم اسر والله 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 من كتر الظروف اللي هم فيها احنا عرضنا ان احنا نحاول ان احنا نساعد، رفضوا. بس الناس دي وصلت لمرحله ان لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا كهرباء، والله قاعدين مفيش حاجه خالص. بالنسبه لحضرتك اللي قلتي المجموعه اللي قلتي عليها دي، خدت حكم فعلا؟ واخدين حكم بس مفيش تنفيذ. هي كل واخد احكام نهائيه لكن لسه ما تنفذش. طب بالنسبه لمؤسسه البسمان اللي هو الكفيل بتاعهم هنا في مصر صح؟ لا ما احنا ما قلناش بقى في مصر، هو موجود في سوريا. هو ما حد عمل مداخله. طب معايا حد من سوريا حلقتين وقال ان هو موجود في مصر. معايا استاذ سعيد من الغربيه. اهلا وسهلا استاذ سعيد. اهلا بيك سعيد عبد المنتظر ابو عاص، ابو حسين سعيد ابو عاص. ازيك ابو حسين عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ازيك يا عم سعيد؟ حسين نزل في الاسامي اللي انت حضرتك جبتها يا عمي. حسين سعيد عبد المنتظر ابو عاص. تمام. فين معاك مع حضرتك من انتاجه حسين
سعيد حسين. صح؟ ايوه حسين سعيد عبد الزاوي وعاص. لا مش موجود معايا يا عم سعيد. امال فين؟ ما بانش لسه. احنا لسه معانا خمسه لسه ما عرفناش نوصل له. ما هو كان مع محمد عوني في مكان واحد. ما انا بقول لحضرتك، اصل اقول لحضرتك اللي حصل ايه. اللي حصل ان الشباب طبعا ما اتمسكوش في دمشق، اتمسكوا على الحدود، فتسلموا لسجون معينه من ضمن السجون اللي تسلموا لها سجون خاصه بالاستخبارات الحدوديه، تمام. وطبعا اللي معلوش حاجه وبعد فتره اتسلموا لسجن اللي هو فرع فلسطين. اللي تسلموا الفرع فلسطين اللي هم التهمه بتاعتهم تسلل للحدود بطرق غير قانونيه بس. فمش معنى ان هو مش موجود انه مش موجود يا عم سعيد، لكن ان شاء الله باذن الله هنوصل له برضه. اللي خلانا وصلنا لدول هنوصل للباقيين. حضرتك الثمان اسامي اللي انت جبتهم اسم حسين مش موجود فيهم، مكتوب حسين ايه كده؟ لا يكون اسمه غلط. لا ابعت لي الاسم تاني وهراجع عليه. محمد عوني موجود. انا محمد عوني موجود معايا. يبقى ان شاء الله موجود معايا يا عم حسين. هو كان محمد عوني في مكان واحد، هو ومحمد كانوا مع بعض. لا انا اللي عندي اللي جاي لي رقمه بالاسم الام بالفرع. طيب هقول لحضرتك حاجة، يمكن يكون في حاجة غلط، هنشوف برضه. لا 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 احنا لقينا 8 بس، لقينا 8 بس موجودين في سجن فرع فلسطين، الباقي لم يتم الوصول اليه حتى الآن. يعني برضو عشان انا اكون صريح مع حضرتك. نعم فندم. حسين سعيد عبد المنتهي وعاص. لا مش موجود عندي، وان شاء الله باذن الله يكون في الكشف الجاي باذن الله. هو يقصد ان في حد اسمه حسين يكون الاسم غلط في عند حضرتك في الكشف اسم حسين ابو العاصي؟ لا مفيش، هو بيقصد كده ان مكتوب الاسم غلط. لا ان شاء الله باذن الله يا رب يكون في الكشف الجاي باذن الله. دول الثمانيه اللي باذن الله ان شاء الله من اول اسبوع احنا بنناشد وزاره الهجره ووزاره الخارجيه بمطالبه بان الناس دي يحصلوا على عفو رئاسي عشان يرجعوا تاني، والدوله تشوف ايه الاجراءات اللي عليهم، ما في مخالفه ما فيش مخالفه، بس المهم ان يحصل ده، لان طول ما هيحصل ده هم هيفضلوا في السجن في الفرع ده الخاص بالاجانب اللي دخلوا البلد متسللين بالمخالفه للقانون. شكرا عم سعيد. نرجع تاني نتكلم على ال 1300 اسره. تخيلي لو حضرتك يعني زوج حضرتك والاولاد وحضرتك قاعدين في دوله ومفيش مصدر رزق ومفيش راتب، تمام، وفي بقى كارثه ان ليكي فلوس فهتبتدي تستلفي، صح؟ صح، عشان هتاخدي فلوس وهترجعي تسددي وتصرفي، مش كده؟ مفيش، هتحط بقى تبقى ازمه. دخلنا في سنتين ونص النهارده، هو ده اللي حاصل مع الناس دي. شايفه مين اللي مسؤول انه يدعم في تنفيذ الاجراءات؟ هو المسؤول في السعوديه، لان وزاره العمل في السعوديه هناك عملت قوانين صارمه اللي هو اللي بياخر الرواتب للعاملين. طبعا مفيش، هي رغم ان هي عامله عقوبات بس مفيش. لا الشركات قفلت او هرب او فلس او طيب، والناس دي تبقى ظروفها ايه؟ هتفضل، ما هو الناس اللي بتيجي تحتاج بيتاخدوا، وفي ناس احتاجت قبل كده. ما احنا محتاجين من هنا ومن هنا برضو، صح؟ لان برضو هما بيتابعوا الناس بتهرب من عندهم ازاي. طب في ناس مقدمه، في ناس بتستغيث، طلع الكفيل او صاحب الشركه ده طلع من البلد ازاي؟ دي النقطه كلها، ان انت عندك صاحب شركه عنده تقريبا مثلا 500 10 100 في موجودين عنده من العاملين دول ما اخدوش رواتب وبيشتكوا. طيب حضرتك دول الكفيل يقفل الشركه ويهرب مصر، طلع من السعوديه ازاي؟ او يروح يهرب اي دوله تانية، طلع ازاي وعليه احكام زي كده، او ناس واخده عليه مثلا عشان يجي مصر؟ يعني ايا كان بقى جه مصر او ما جاش مصر، في حد عمل معانا مداخله وقال ان هو موجود في مصر. مين؟ لا هو؟ انا بتكلم على الشركات. في ناس روحت كتير بتاع البسمان. انت ليكي مداخله بتاع البسمان؟ ليكي مداخله. انا بتكلم على الشركات التانيه استاذ اسماء. ليكي مداخله استاذه دعاء. اتفضلي يا استاذه دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك المستشار احمد؟ ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انا دعاء مرات خالد عيد. اهلا وسهلا، يا رب باذن الله. الله يخليك يا رب. ان شاء الله نحتفل قريب باذن الله ان شاء الله. يا رب يا رب والله يا رب. والله انا بتصل مخصوص عشان ابارك لمدام ابتسام على الهواء. يا رب وقبالك. وقول لها الف الف مبروك، وان شاء الله ربنا يتم فرحتها على خير يا رب. ان شاء الله يا رب باذن الله. وقبل ما نبارك لعالم، في ناس كويسه يعني زي الاستاذه اسماء وحضرتك ومؤسسه البلد، ويعني وخصوصا يعني
يعني ناس كتيرة قوي، ناس كتيرة قوي كويسة وحلوة والله العظيم يعني. والله انتوا اللي حلوين وانتوا يعني اللي واقفين وراهم وانتوا اللي تستاهلوا الشكر، ومؤسسات الدولة المحترمة واحنا قاعدين بنتفرج بس ومدينين لكم كلكم بالفرحة اللي احنا بنفرحها بس، ويا رب نفرح معاك قريب بإذن الله. اسماء في ظهرنا بعد، ربنا ثم حضرتك ربنا والله ان شاء الله. الناس دي ربنا يعني هينصركم بإذن الله. يا رب بإذن الله، ونبارك لك قريب بإذن الله إن شاء الله. أنا 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 ببارك لك مبدئيا إن شاء الله، ببارك لك لأن الحمد لله رب العالمين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعتت تحري بخصوص قضية خالد عيد، وقالت إن هو حسن النية لا يعلم شيء عن ما تحويه السيارة اللي كان راكبها سواق من حبوب مخدرة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعتت التحري للنيابة العامة، وإن شاء الله حاليا دلوقتي بيتم عمل الإنابة القضائية لعم خالد، وإن شاء الله نبارك لك عن قريب إن شاء الله برجوعه ليكم إن شاء الله بإذن الله. والله يا أستاذة أسماء أنا كان نفسي إن أنا أعرف يعني حضرتك من أول الموضوع يعني، بس الحمد لله قدر الله ربنا مش برضو إن أنا عرفتك والله. ربنا يخليك يا حبيبي، إن شاء الله إحنا بنعمل له هناك يعني. ان شاء الله نعمل التماس اعادة نظر، لان الحكم بتاع عم خالد بقى للاسف كان يعني بقى حكم نهائي، المحكمة الاستئناف صدقت عليه، بس اطمني برضو المهندس علي كان حكمه كان متصدق على محكمة الاستئناف، بس لما ظهر جديد اتعمل التماس اعادة نظر، واحنا عندنا الجديد وعندنا تحقيقات اللي بتثبت براءة عم خالد. بس يا مدام دعاء، مدام دعاء بالله عليك الالتماس بسرعة، الالتماس بسرعة عشان نحتفل مع بعض بالجولة الأولى، نعتبر دي الجولة الأولى وهو ده أسبوع الجولات الأولى. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله طول ما بتدعموني يعني حضرتك والأستاذ إحنا تحت أمرك. أنا قلبي جامد بيكوا والله يعني. إحنا تحت أمرك. أنا قوية بيكوا والله. إحنا تحت أمرك، أنت تؤمرين أمر يعني. ربنا يخليك. أطمنك بس إحنا إن شاء الله بإذن الله معانا ميعاد إن شاء الله يوم الأحد مع المحامي العام لنيابات أكتوبر، وإن شاء الله الموضوع خلاص تقريبا بيخلص إن شاء الله. طمني وقريب كده نبارك لك إن شاء الله حبيبتي. طمني إن شاء الله. الفرج هيجي على إيديكم إن شاء الله. ربنا يخليك والله، وفعلا البركة فيكي أنت ما سبتيش جوزك، وأنت يعني ومدام ابتسام أنتوا الاثنين بتستحقوا والله كل الشكر والتقدير مننا كلنا. أنت برضو المرأة الحديدية الثانية، ربنا يوفقك يا رب، يا ربنا يوفقك ان شاء الله. انا ماليش ربع والله في الاستاذه في مدام ابتسام، لا بس الحمد لله والله انت على يدي، انت اتحركتي كتير وربنا يوفقك يا رب ان شاء الله، ويجعل تعبك دوت خير باذن الله قريب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. طبعا بدعمكم يعني ربنا اولا ثم انتوا والناس يعني مؤسسات البلد كلها والناس الحلوه والناس كويسه والله يعني، ربنا يعني وقف لنا اولاد الحلال يا رب. امبارك لك على الجوله الاولى، وبنشكر حضرتك يا مدام دعاء، ويا رب باذن الله امبارك لك قريب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا اتفضلي يا فندم. اتفضل مع السلامه. ياسر هستاذنك بقى، مفيش مداخلات عشان نلحق نخلص المواضيع بتوع الاساتذه، النهارده كانت احتفاليه. بس استاذه اسماء عندك مواضيع؟ انا بالمناسبه يعني بمناسبه الحمد لله نجحنا في قضيه المهندس علي ان احنا نقدر نرجعها للنيابه العامه والتحقيق ومحكمه اول درجه، انا بناشد المسؤولين، احنا عندنا كتير قوي زعلة والقاسم، عندنا خالد عيد، وكان عندنا عم بلغ الحمد لله اخذ براءه، وكان عندنا معمر القذافي للاسف معمر لان ما حلفوش الحظ ان حد يجري وراه ويقدر يساعده ويبعت اوراق تقدر بيها يتعادل المحاكمة، للأسف تم تنفيذ الحكم عليه أول امبارح، الله يرحمه وسامحه ويغفر ليه، الإنسان ده كان بريء، وأنا معايا كل المستندات والأدلة اللي تثبت براءته، عملنا محاضر في نيابة نبرو، وعملنا محاضر في نيابة طنطا، وعملنا طلب إنابة قضائية، وللأسف الورق اتأخر جدا وما لحقناش وتنفذ عليه الحكم. عايزين نقدر نلحق أي حد مظلوم هناك، سواق رايح على عربية ما يعرفش فيها إيه، للأسف مكافحة المخدرات السعودية بتتهمه أنه بيجلب حبوب مخدرة المملكة العربية السعودية، وأغلبهم سائقين حسنين النية لا يعلموا شيء عن ما تحويه الشحنة اللي هم جايبينها. الشحنة دي بتكون مخبأة بمعرفة يا إما صاحب السيارة يا إما صاحب الفاكهة أو الحاجة الموجودة، الله أعلى وأعلم. بس المفروض على أي حال من الأحوال يتم تحرير محاضر ضد المتهمين هنا في مصر، ويتم عمل إنابة قضائية، كل حالة لازم يحصل فيها كده عشان نوصل لحقيقة الواقع، عشان لو كان هو متهم هناك يتحاكم،
ولو كان بريء يخرج ويرجع لبلده زي عم بليغ. الحمد لله ما قدرنا نلحقه واخد براءه، كان لسه في البدايه. محتاجين مؤسسات الدوله تدعمنا، محتاجين وزاره. ده في القديم صح؟ في القديم وفي الجديد. بقى لا لا لا، في الجديد والله انا يعني عندي موضوع مريب جدا. هو يعني هنا الشحنات دي كلها بتخرج، يعني الارقام اللي احنا عارفين ان هم موجودين هناك، الشحنات دي بتخرج ازاي؟ ما احنا بقى فين الرقابه؟ ما عندناش اجهزه. لا لا لا، ده فين بقى الرقابه في مصر عشان الحاجه دي تنزل يعني تعدي من هنا؟ يعني هل ما بيتحاسبش؟ ايوه، تعدي من هنا وتتمسك هناك في السعوديه. يعني احنا عندنا ما عندناش حتى المطارات برضو نفس الطريقه، والدول الاخرى عندها مواني؟ لا، هو في عندنا مرتشيين، في عندنا ناس فاسده بتقبض علشان تطلع الشحنه دي. بالظبط دي يعني بس احنا بنناشد المؤسسات الرقابيه. يعني ايه النهارده يبقى عندنا 130 140 سائق خارجين بشحنات من هنا اتقبض عليهم هناك؟ يعني هل ال 130 شحنه دول اتحولوا كلهم في الطريق؟ والمؤسف يا سياده المستشار، لو اتقبض عليهم هنا سياده المستشار كلها الموضوع هيتعب. طب انا معايا ام خالد، انا معايا ام خالد، ما اقدرش ما ادخلهاش بصراحه، هي اخر مكالمه ونهايه الحلقه. ام خالد ازي صحتك؟ عامله ايه؟ عامل ايه؟ في نعمه يا ام، الحمد لله رب العالمين. ازيك يا مدام اسماء؟ انا ام خالد. ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الله يكفيكوا شر المرض يا رب، وبارك لنا فيكوا ويسترها معاكوا دنيا واخره. ربنا يخليكي لينا ام خالد، والحمد لله رب العالمين. انا فرحانه جدا وزعلانه عشان الناس برضه اللي ربنا عثركم فيهم دم، يا رب يعثركم. ان شاء الله هنلقاهم باذن الله، ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. مرض يا رب يكفيكوا شر المرض انت ومدام اسماء وكل اللي تعبوا معانا وكل اللي وقفوا معانا، يكفيهم شر المرض وشر الضيق. دي البداية يا أم خالد، احنا ما خلصناش، دي البداية. بداية مطمئنة يا أم خالد، وإن شاء الله معاك. أنا كنت من شوية، والله العظيم والمصحف، أنا كنت من شوية من قبل البرنامج ما يبدأ كان قلبها هيقف. أنا آسف والله إن أخرت عليك، بس أقسم بالله الورق اتبعت على ياسر، فمعلش حقك عليا. ماشي، وإن شاء الله يرجع بألف سلامة، ونحتفل مع بعض وهنناشد كل مؤسسات الدولة المحترمه انها تطالب باصدار عفو رئاسي عن التمانية. ربنا يكفيك شر المرض يا رب، وان شاء الله يرجع لكم الف سلامه يا رب العالمين. يا رب الصلاه معاكم، يا رب الصلاه وياكم. الف شكر يا ام خالد، الف شكر، الف شكر، الف شكر. الحمد لله. يعني عايزين نقول ان هم في المطارات عندنا في مصر بيمسكوا حاجات تافهه زي مثلا طبنجه صوت، سلاح ابيض. انت بنتوا حاجه زي كده. انا لما عن نفسي لما نزلت من السعوديه كان عندي معايا شويه اكسسوارات، فعدت الشنطه قال لي معلش افتح لي الشنطه دي. طب عشان التتر ينزل. طيب ماشي. كلمه اخيره اسمع. طيب اوكي، انا هقول ايه؟ انا بس بوجه نداء لمؤسسات الدوله، وزاره الخارجيه، برجاء لما يكون في حاجه زي كده واصل لكم ملف حد مسجون في السعوديه مثلا، يعني مثلا المفروض ان القنصليه العامه هناك في جده مثلا بتتابع احوال المساجين، المفروض تعرف ان في خالد، في علي ابو القاسم، في معمر القذافي، في فلان في فلان، يبعتوا الملفات دي مصر عشان يتم دراستها ويتعمل لهم انابات قضائيه. احنا عايزين قبل كده فيش سواء من عندنا قبل كده، دي معروفه لازم. تمام. بالظبط، اولا يبقى عنده ثقافه، بس اللي خلاص قدر الله مش هفعل ما الموضوع يتعدم. اكبر بكتير جدا من حبسك، لا الموضوع فيه قص، الموضوع فيه اعدام. رجاء خاف على نفسك وعلى اولادك، ما تطلعش بحاجه مخالفه. بنناشد المؤسسات الرقابيه هنا، لازم نعرف الخلل فين، الحاجه دي بتتحط ازاي. احنا واثقين في ان اجهزتنا قويه جدا، مش معنى ان حاجتنا بتخرج من هنا مش عارفين عنها حاجه وكل اولادنا بيتحبسوا بره عشان شايلين ده 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 مؤشر خطر. احنا عارفين الكلام ده كان بيروح قبل كده ومنين، والنهارده اصبح بيروح منين، وللاسف ده شوه سمعه مصر وسائقين مصر والشاحنات اللي داخله من مصر، واثر على الصادرات بتاعتنا بطريقه كبيره جدا. في الاخر هنشوف برضه رغم الالم يبقى الامل، هنشوف قرار الإفراج بتاع عم أبو إسلام على الشاشة، وإن شاء الله رب بإذن الله قبل الحلقة الجاية يا رب بإذن الله يعينهم ويكون في مصر إن شاء الله. أنا عايز أقول كلمة بخصوص قضية الأستاذ محمد أحمد حسنين في السعودية. موضوع مهم جدا يا جماعة، محمد أحمد حسنين عنده جلسات كتير، والمفروض دلوقتي مطلوب يتنفذ عليه الحكم بتاعه اللي هو صدر، لأنه طلع استغاث بالمسؤولين ان هو الكفيل بتاعه بيتهمه باختلاس فلوس من شركه اصلا وهميه. احنا بنضم صوتنا لصوتك، كلمه اخيره. عايز بس حد المسؤولين يبعتوا حد يبحث ملفات المصريين المحتجزين المظلومين في السجون السعوديه ان شاء الله باذن الله. ناس كتير زي معمر قذافي على خير،
نلقاكم الحلقه الجايه باذن الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحل مشاكلهم عنوان، وثقتكم فينا هي سلاحنا، معاك في الفرحه وفي المحنه، هنتكلم في كل المواضيع ونشاركك فيها، هنقدم